هلو everybody، فيديو جديد مع مرمر. طبعا كالعادة وحشته مرمر جدا 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 كتير بجد، بقالي كتير جدا ما طلعتش معاكم. النهاردة هنرتب مع بعض بقى المنظر ده كده كله على بعضه. انا بصراحة كنت يعني خدت اجازة وقلت ان انا هعمله النهاردة وهنضف الأوضة النهاردة، بعد كده قلت طب ليه ما نشاركش فانزاتنا بدل ما احنا بعاد عنهم كده. وبالمرة قلت كده ايه، نشغل اول التكييف، وبالمرة قلت نحكي مع بعض شوية ونتكلم مع بعض في شوية تفاصيل كده. عايزة احكي لكم مواقف حصلت معايا الفترة اللي فاتت. مرمر عاملة ايه، الاخبار، الكلام ده كله، وانتوا برضو طمنيني عليكم واحنا بنرتب وبننظف الدنيا. بصوا بقى، حصل معايا موقف ضايقني جدا الاسبوع ده، نقدر نسميه ان هو موقف الاسبوع حرفيا. جالي جيست، المفروض ان الجيست اجنبية جات من بره. طيب بما ان الاجانب كده كده اصلا ما بيثقوش حتى في نفسهم ولا بيثقوا في الهدوم اللي عليهم، فجات لي واحده حجزت مع واحده مصريه. المصريه دي لقيتها جايه لي وجايه مع الجست، بتقول لي ان احنا فريندز، كلنا اصحاب مع بعض، وان احنا جايين لشغل في مصر، وان هم واخدينها معاها زي درع حمايه كده. درع حماية بقى تحميها من اي حاجة هتحصل، اي حد متسول، حد عاوز ياخد منها فلوس زيادة، حد عايز يدفعها حاجة، حاجات زي كده يعني. المهم كل ده ما شغلنيش. كان اليوم او التور بتاعتنا كانت يعني عبارة عن ان احنا هنروح المتحف، بعد كده الاهرامات، يعني تور عادية، وكانت في الاخر خالص هنختم بيه مجمع الاديان. طبعا كلنا عارفين مجمع الاديان مكان جميل جدا جدا، بيكونكت ما بين الثلاث ديانات، المصريه والانجليزيه، سوري المسيحيه واليهوديه والاسلامي. تمام. خلصنا التور بتاعتنا. من بدايه اليوم كنا في المتحف المصري الكبير الجيم، وطبعا كانت يومية خطيرة لان انا اصلا بعشق الجيم. مش عارفة ده ايه اللي جاب، لا بصوا يعني شايفين المنظر، كنت هرمي المنديل بالبيوتي بلندر. ما علينا، المهم اليومية كانت لذيذة جدا. في البداية رحت بقى المتحف الجديد، وانا بصراحة بحبه جدا جدا، يعني الحاجات اللي فيه خطيرة، كل حاجة خطيرة فيه حرفيا، الشو بتاع توت عنخ امون وكل حاجة جميلة بجد. ده جليتر ملناش دعوة بيه. المهم رحنا هناك المتحف، اليومية كانت لذيذة جدا جدا، والتور بتاعتنا كانت ماشية كويسة جدا. الجست اتبسطت قوي، واللي هي الأمريكية اوكي، كل ده المصرية انا ما سمعتش صوتها خالص. طول المتحف، طول المتحف انا ما سمعتش صوتها، وطول الاهرامات ما سمعناش صوتها، ومحدش سمع لها حس خالص خالص، لدرجة ان انا شكيت ان هي مش بتعرف تتكلم انجليش كويس، فقلت ممكن يكون ده يعني حاجز ليها. المهم عدى اليوم، عدينا المتحف، عدينا الاهرامات، رحنا لحد مجمع الاديان. اكتشفت ان هي، مش هذكر ديانة علشان ما تقولوش ان انا بهاجم ديانة معينة، ده شراب بيبي صغنن. المهم هرجمع كل الليبستكس في الباسكت الصغيرة دي علشان اعرف انظم الدنيا وارجع لهم تاني. المهم بقى رحنا لكم هناك مجمع الاديان، طبعا دي بقى دي حتتها، دي الديانة بتاعتها، ابتدت تتكلم في الديانة بتاعتها، ابتدت تعقب عليا، ابتدت اول ما بدأت كلام ابتدت تلاحقني، ابتدت تسألني اسئلة غير منطقية وملهاش دعوة بالهيستوريكال. انا دلوقتي الشغل بتاعي ان انا بديكي باك جراوند عن المكان اللي انت فيه، وبديكي معلومة هيستوريكال، انا ماليش دعوة الديانة دي بتمشي ازاي او بتخص ايه. ابتدت تسألني شوية اسئلة، كل دي حلقان، انا هحط كل الاكسسوارز بتاعتي في بوكس كده لان انا مش فاضية بصراحة، يعني افضل بقى ازوق فيهم، يعني انا هحطهم كلهم في بوكس اهو، دي كده كل الاكسسوارز علشان بس المنظر الجمالي، لان انا مش بعرف استخدم الفرش بتاعتي ولا حاجة. المهم نرجع تاني، انا قلت كده ايه نتكلم في حاجة عشان تاخد مورال من اللي حصل لي. جت بقى في مجمع الأديان، طب احنا يعني الديانة دي مثلا بيستخدموا ايه، بيتم ليهم كام صلاة، حاجات زي كده يعني. طبعا انا ما اهتمتش وقلت لها انت اللي ليكي عندي الهيستوريكال باك جراوند عن المكان اللي انت فيه، وشرحت طبعا بترجع لسنة كام، وان بنتكلم من 1500 سنة والكلام ده كله، دي حقن ملناش دعوة بالموضوع ده والكلام ده كله. المهم جت بقى
راحت ادتني فيدباك زي الزفت في الشركة، ان انا المفروض واحدة مش بعرف اشرح مجمع الاديان. ليه يا ترى؟ ليه مش بعرف اشرح مجمع الاديان؟ كل ده بقى اتاريها متضايقة علشان تنزل من فلوس الرحلة فتاخد بونت، فاصحابها يقولوا لها شابو برافو عليكي وفرت لنا. راحت قالت الاكل كان وحش جدا، طبعا الرحلة بتبقى شاملة الاكل بتاعهم، الاكل كان وحش جدا وكان بايظ. طبعا دي مش مشكلتي انا كمرشد، انا مالي بالاكل، الاكل ده بتبقي انتي مظبطاه مع الشركة. راحت قالت لهم الاكل كان بايظ والمرشده ما عاقبتش على حاجه. ده طبعا كل ده المصريه عشان بس تفهموا او تعرفوا، واللي تطلعوا بيه من الموضوع كله ان احنا كمصريين للاسف احنا اللي بناكل في بعض مش الاجنبي. مع العلم، مع العلم ان الجست كانت مبسوطه مني فوق ما تتخيلوا، لان هي جت في الاخر شكرتني. هما على فكره مش منافقين، يعني هي طالما شكرتني يبقى هي كانت مبسوطه باليوم فعلا. كل دي بيوتي بلندرز عايزين نرميها صراحه، مفيش وقت برضو نغسلها النهارده، اليوم برعايات مفيش وقت. المهم جت في الاخر عملت كل ده وقالت يا جماعه احجزوا لنا كروزه، تمام؟ ده كان الشرط بتاعها. طبعا احنا بيبقى عندنا بقى فيدباك وحاجات زي كده، قالت احجزوا لنا كروزة. طبعا كل ده علشان تبان قدامهم ان هي الهيرو والمنقذ واللي عملت حاجة محدش عملها. ف قالت لهم ان هي يعني عايزة تعويض. التعويض ده ليه؟ لان الاكل كان مسمم وان الجست الاجنبيه تعبت من الاكل. طبعا ده في افخم فنادق وفي افخم مطاعم، لان احنا مش بننزل اي حد طبعا اي مكان، يعني احنا معلش مش هننزلهم عند فلان علشان هو مشهور ولا عنده فيوز، لا بيبقى فيه اصلا مطاعم سياحيه، فالموضوع مش ماشي كده يعني مش ماشي عشوائي. المهم قلت خلاص ماشي، اتفقت مع الشركه قالوا لنا نعمل ايه، نسيبهم يكتبوا فيدباك وحش ولا نعدي الموضوع ونحجز لهم كروزة. قلت لهم يعني هي الكروزة بكام؟ احجزوا لهم كروزة. مع العلم اللي ما يعرفش الكروزة دي بتبقى عبارة عن مركب في النيل. هنضف الجزء ده وارجع لكم عشان وقت الفيديو. رجعت لكم تاني وظبطت الدنيا. المهم جت في الاخر كده هي ضربت عصفورين بحجر واحد، اللي هو انا ضربت الشركه بان الاكل بايظ، وضربت المرشد بان هو مش بيعرف يشرح في الحته بتاعت الديانه بتاعتي. تمام. عدى يوم اتنين تلاته لقيت الشركه بتتكلم معايا بتقول لي ان الجست دي بعد ما رجعت هناك في بلدها عرفت ان الاوفر اللي احنا كنا عاملينه كان كويس جدا، وهناك قالوا لها ازاي اصلا في حد ممكن يعمل حاجه زي كده او اوفر زي كده في ام الدنيا اللي هي مصر. طبعا احنا على فكره علشان تبقوا عارفين احنا عندهم بره سمعتنا كويسه جدا جدا فوق ما تتصوروا، وبالنسبه لهم هم هيبنا اصلا. يعني كبلد هم عارفين قيمتنا كويس جدا. رجعت شكرت الشركه بتاعتي وقالت لهم لو عايزين تعويض للمرشد، لو عايزين تعويض للشركه انا اسفه جدا للي حصل، وزميلتي بتاعه الشغل المصريه اللي من عندكم حصل ما بيني وما بينها خلاف كبير جدا، وانا مش عايزه اخسر الشركه علشان لو جيت نزلت مصر تاني. نطلع بقى بايه من كل ده وايه المورال اللي نطلع بيه بكل ده؟ انه المصريين هم حرفيا اللي بياكلوا بعض، مفيش حد غريب هو اللي متدخل علينا ولا في حد هو اللي جاي علينا، احنا اللي جايين على نفسنا واحنا اللي بنحب نقلل من نفسنا واحنا اللي عندنا عقدة خواجة للي بره. لكن اللي بره ما عندوش مشكلة معانا ولا عنده مشكلة في بلدنا، بالعكس كمان هيبها وحبها، بس المشكلة فينا احنا. ردوا عليا في الكومنتس وقولوا لي لو انتوا مكانه لو انتوا مكاني سوري لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ كنتوا هتتصلوا بالجست المصرية تتكلموا معاها دايركت وتسمعوها كلام يضايقها وده كان في ايدي جدا، ولا كنتوا هتعملوا زيي وتبقوا دبلوماسيين وتحلوا الموضوع ودي وتقولوا لهم عادي يا جماعة احجزوا لها كروزة مش مهم حتى لو هتتخصم من الفلوس بتاعتي؟ مستنية رأيكم في الكومنتس، وانا خلاص خلصت كده بالتالي اقدر استخدم اي فرشة او اي ميك اب، لان انا بجد المنظر كان مضايقني وانا مش هعرف انزل اي مكان بالمنظر اللي كان. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واستنوني. وعلى فكرة في مواقف كتير جدا بتحصل لي هبقى احكيها لكم، بس طبعا احنا مش فاضيين، احنا كفنزات في ما بيننا حاجات كتير، بس انا قلت مطولش عليكم في القعدة. بحبكم جدا، باي باي.